هو احنا على مشارف عيد الاضحى المبارك وعيد اضحى مبارك لكل المغاربه، وانتم تعرفوا المغاربه الاغلبيه الساحقه متشبتين بالاسره وبالدين، هذو القيمتين. اذا العيد في وسط هذا الشيء كيجمع الاسره وكيجمع كل شيء، ولكن العيد ولا صعيب، العيد ولا ماشي عنوان فرح، كنفرحوا شهر قبل ما يجي العيد، ولا عنوان ازمه نفسيه اولا وازمه ماديه ثانيه. المغاربه فقراء، راه الفقر، راه كوفيد بينات 25 مليون المغاربه محتاجين للاعانه، وهذه الاعانه اللي الدوله وجدتها اليوم ديال 500 درهم ما كافيه لتا حاجه، وعطات 500 درهم على كل راس ديال الاغنام اللي غادي يستوردوه المقربون، وجايبينه 1000 درهم 1500 يبيعوا لنا حنا ب 4000 و5000، يبيعوا للضعيف ب 4000 و5000، هذا الشيء راه ماشي معقول. ولهذا انا كنقول الازمه ديال البلاد خصنا نعرفوها منين جايه. جايه اولا من الاختيارات اللي دارت في البلاد، فين هو المخطط الاخضر اللي كان خصو يوجد لنا، يعني الاكتفاء الذاتي من اللحوم والخضر والفواكه وبثمن مناسب، فين هو التسقيف ديال الاسعار، ما كاينش، فين هو الامن الطاقي اللي هو اساسي باش يمكن لنا نديرو صناعه نديرو فلاحه، كلشي خصو الطاقه، الطاقه كانت عندنا لسامير كتامن لنا شويه ديال الامن الطاقي، باعوها وخلى واحد ربعه ديال العائلات تفترسوا فينا، ربحت تقريبا ما يزيد على 60 مليار، وحنايا كنتفرجوا. الى غلات الطاقه كيغلى النقل، كيغلى كلشي، اذا الاختيارات اللي كتمارس في البلاد ديالنا هي الاساس ديال الغلا ديال اللحم، والغلا ديال الخضره، والغلا ديال الكرا، والغلا ديال الارض، والغلا ديال كلشي. ولهذا خصنا ننتبهوا، هذه الحكومة راها مسؤولة، لأن فيها رئيس الحكومة كان مسؤول في الحكومة السابقة وجر لنا، ضربوا صندوق المقاصة، حروا النقل، حروا الطاقة، إيوا فين غاديين؟ فين غاديين؟ حنا البترول كيتباع عندنا غلا من دول أخرى، حتى هي كتستوردوا، ولكن علاش حنايا؟ حيت حنا الافتراس، وعندنا الناس ما 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 دايهاش في هذا الشعب، لأنه معقول. إذا اللحم هذاك راه غير خضرة فوق الطعام كيف قالوا، نيجا غلا، ولهذا حنا طلبنا ما يكونش العيد. يديروا تضحيه رمزيه باش هاد خياتي اللي بغاو يربحوا على ظهورنا ما كاينش ربح، يا ربحوا كاملين ما ربح حتى شي واحد، وانه اللي يقدر على شي كيلو ولا جوج كيلو ديال اللحم يشريه في ليله العيد ويوجدوا ويشوي نهار العيد، وبلا ما يبقى ليه الكريدي ديال 5000 درهم كيجر فيه لي شهور، ويبقى اللحم رخيص، وتبقى القطيع المغربي بالسردي ديالو موجود، ماشي حنا غادي نقتلوا كل شيء لصالحي واحد الفئه قليله. الا ما كايناش راه تلقاه في السوبر مارشيات، راه كيذبحوا يبيعوها تماك، راه هذا الشيء اللي كاين، بحال نهار جابوا البقر من البرازيل فين كان؟ باعوه في هذا، انت ما كتثق الاخبار، المغاربه ما كاينش هذه القضيه ديال توفير المعلومه، ما عندناش حنا هنا، ما كايناش توفير المعلومه، كتاكل ما عرفتي جا من البرازيل ولا فيه الاش ان 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 ولا فيه اللي بغى يكون ولا كان الحوت ولا كان ما عرفتش داك الشيء، حنا ما كانش، حنا كنشوفوا دابا هذاك الشيء ديال لي سوسيس والشاركوتري، راه المغاربه ما خصوش يبقى ياكل هذا الشيء. راه كيجيبوا المصارن ديال الارانب وديال سميتو من الخارج كيطحن كل شيء، عطي للشعب ياكل، حيت حنا كيحقرونا، حنا ما كيعتبروناش الشعب خصو ياكل نقي وياكل الحاجه اللي هي ايزو، الكذوب كيجيبوا داك الشيء يخلي عباد الله كتربح، شنو هذاك الشيء؟ راه المغاربه ما خصوش يبقاو يشريو هذاك الشيء المرتضيلا وداك التخربيق وكل، ما يبقاوش يعطيو للدراري ولا ليهم هما. انا مشيت للسوق ديال المجات وشفت بعينيا معلوم غلا من السميك، الحوليه صغير ب 4000 درهم، ولا بغيتي شي واحد شويه لعندك شي عائله شويه فيها الاطفال وكذا من الليله تزيد شويه 5000 5500، ايوا فين غادي هذا الشيء؟ انت ما عندكش، انت ما تدخلش وبغيتي تشري الحولي بهذا الشيء لاجل من؟ غنسمنوا شكون؟ شكون اللي غنسمنوا؟ شكون اللي باغي يتسمن بهذا العيد؟ ماشي هذوك الناس اللي غادي يشريوه بالكريدي. انا كنقول للمواطنين، انا كنحترمهم، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، انا ما عندي حتى نصيحه ما نعطيهم والله الا، ولكن كنقول لهم ولا ترموا بانفسكم الى التهلكه. ما عنديش مشاريش، نشري شويه لوليداتي والحمد لله، نعلم حتى وليداتي بانه شو هاد الناس راه غلاو علينا باش يفيقوا حتى هما من القلبه، وما كاينش العيد، غدا الدراري بغاو العيد، ينوضوا يقراوا، ينوضوا ينجحوا، ينوضوا يخدموا، ينوضوا يديروا مقاولات يديروا حتى هما فليساتهم ويكونوا مستقلين، وغدا يشاركوا حتى في السياسه باش السياسه تكون بنبلها، ماشي لعبه سياسيه مغشوشه. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.